السلام والسكينة، تحياتي لكم جميعا أيها الأصدقاء الأعزاء. أتمنى أنكم جميعا بكل خير وصحة وسعادة وعافية. نستكمل معا في هذه الحلقة سلسلة الإشراق العظيم. كما تعلمون فقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن تشابه تعاليم الكبلة التي بين أيدينا اليوم مع التعاليم الدينية والعرفانية التي كانت موجودة عند الحضارات القديمة، وقلنا أنه إذا لم يكن هنالك مجرد تشابه فهنالك في بعض الأحيان تطابق بين الأفكار الكابالية التي بين أيدينا اليوم وبين الفكر الديني واللاهوتي عند الحضارات القديمة. لكن طرحنا لهذا الموضوع لا يعفينا من تناول كيف نشأت الكبلاء بشكلها الحالي. أتحدث عن الكبلاء اليهودية ولا أحكي عن جذور أفكار الكبلاء عند القدماء. جذور الفكر الكابالي عند القدماء تناولته في الحلقة السابقة. قلنا أن أفكار الكبلاء تعاليمها توجد، يعني التعاليم عند القدماء مشابهة لها وأحيانا متطابقة معها. طرحنا هذا الأمر، لكن في هذه الحلقة سوف نتحدث عن الكبلاء بصفتها مذهب من المذاهب اليهودية، كيف نشأت وعلاقتها بكتاب زوهر، وما هي الأصول الغامضة لكتاب زوهر، أيضا كيف انبثقت عن الكبلاء اليهودية حركة جديدة في العالم الغربي فلسفية هي الكبلاء الهرمسية اللي ابتعدت عن اليهودية وأخذت مسلك آخر بين أفراد وأعضاء الجمعيات السرية في الغرب. سوف نتناول كل هذه الأمور في حلقتنا لهذا اليوم. وأول ما سوف نبدأ به من موضوعات هو موضوع كتاب زوهر. ما هو كتاب زوهر؟ من هم مؤلفوه الحقيقيين؟ أو من هو مؤلفه الحقيقي؟ وأين ظهر؟ وما هي قصته وما هي تفاصيله؟ حقيقة كتاب زوهر يعني كتاب الإشراق، هو سفر هزوهر، يعني كتاب الإشراق أو كتاب الضياء. هذا الكتاب ظهر لأول مرة علنا في التاريخ في القرن الثالث عشر في أسبانيا. القرن الثالث عشر هو يعني قبل سقوط الأندلس بيد الصليبيين، يعني نتحدث عن فترة الحكم الإسلامي للأندلس سابقا أسبانيا حاليا، حيث كان اليهود والمسلمين يعيشون معا في تلك البلاد. هذه معلومة مهمة لأنه راح نتطرق لهذه المسألة مع البحث، أنه هل حصل تلاقح فكري بين المسلمين واليهود في الجانب التصوفي في الجانب العرفاني؟ هذا سوف نتطرق له خلال البحث في هذه الحلقة، لكن احفظوا هذه المعلومة أنه نحن نتكلم عن الفترة الإسلامية في أسبانيا، وتحديدا في القرن الثالث عشر. في تلك الفترة ظهر كتاب زوهر لأول مرة، ظهر على يد الحاخام موشيه دي ليون. هذا الرجل قال بأنه وجد كتاب زوهر وقال أنه هذا الكتاب ينسب للحاخام شمعون بار يوحاي. كتاب زوهر يحتوي على تعليقات، يحتوي على شروحات للتوراة للكتاب المقدس اليهودي، أسفار موسى الخمسة، نشيد الإنشاد، أسفار التناخ بشكل عام. الزهر يحتوي على شروحات بمذاق عرفاني بمذاق صوفي للتوراة، فيمكن اعتبار الزهر بأنه عبارة عن تعليقات وشروحات باطنية روحانية للتوراة بطريقة يعني تتخذ المذاق الصوفي العرفاني الذي يعتمد كثيرا على الرمز والإيحاء.
هذا ملخص زهر. أيضا نلاحظ في زهر أنه يعالج مواضيع مثل يعني مسائل لاهوتية كطبيعة الله، تجلياته، أسماؤه، كل هذه المواضيع الصوفية العرفانية نجدها فيه. أيضا يعرض علينا زهر فكرة أن التوراة هي القانون الإلهي للعالم الروحاني وللحكمة الباطنية، وأن التوراة لا ينبغي قراءتها بمعناها الظاهر، أن التوراة هي مجرد ثوب، ولكن وراء هذا الثوب يوجد جسد، يوجد معنى باطني، يوجد حكمة إلهية، وأن الزهار هو البوابة أو المدخل للتعرف على الحكمة السرية أو الحكمة الباطنية الروحانية للتوراة. فهو كتاب يحاول أن يفسر التوراة تفسيرا روحانيا، تفسيرا باطنيا. هذا هي خلاصة كتاب زهر إجماليا. يعني كما قلنا، كتاب زهر ظهر لأول مرة في القرن 13 على يد الحاخام موشيه دي ليون، الذي زعم بأن الكتاب هو من تأليف الحاخام شمعون بار يوحاي، وأن الكتاب يعود أصله للقرن الأول الميلادي. وطبعا غالبية اليهود صاروا في يعني هذه الرواية عن كتاب زهر، يعني الرواية التقليدية أو الرواية الرسمية عند اليهود المؤمنين بالكبلاء والمؤمنين بزهر، لأنه ليس كل الطوائف اليهودية تؤمن بالزهر ولا كل الطوائف اليهودية تأخذ بتعاليمه، لكن الذين يسيرون في هذا الإطار وخاصة اليهود الحسيديين يقولون بأن زهر بالفعل كتبه الحاخام شمعون بار يوحاي في القرن الأول الميلادي، و اختفى يعني اختفى فترة طويلة جدا إلى أن أعيد اكتشافه في القرن 13 على يد موشيه دي ليون. هاي هي النظرة اليهودية التقليدية عن كتاب زهر ونشأته وأصوله. طبعا هذه الرواية يعني شبه أسطورية أو خيالية عن نشأة زهر عليها عدة مشاكل يطرحها الباحثين. الباحثين في حقيقة كتاب زهر وأصوله ونشأته يرفضون هذه الرواية عن نشأة زهر أو عن أصوله، يرفضون هذه الرواية، الرواية اليهودية التي تقول بأنه كتب في القرن الأول الميلادي عندما كان الرومان يلاحقون اليهود، وخاصة تلاميذ الحاخام أكيفة الذين كان منهم الحاخام شمعون، فاستطاع الحاخام شمعون بأنه يهرب من بطش الرومان في مغارة أو في كهف لمدة 13 عام، وهناك كتب الزهر. هذه الرواية يرفضها الباحثين لأسباب عديدة جدا. أهم الأسباب التي تدفع الباحثين لعدم القبول بهذه الرواية هو أنه أسلوب زهر، وهو بالمناسبة مكتوب باللغة الآرامية، أسلوبه يتشابه مع الفكر اللي كان موجود في المواعظ اليهودية الإسبانية في فترة القرن 13. أيضا مكتشف كتاب زهر هو شخص واحد، موشيه دي ليون. فنحن نعلم أن خبر الآحاد يعني أضعف ثقة من خبر المجموعة، يعني عندما يكتشف هذا الكتاب مجموعة من الأشخاص يكون الموضوع شبه أكد وأوثق من أنه يكتشف الكتاب شخص واحد. هذا يضع علامات استفهام وتساؤلات وضعها الباحثون، لماذا لم يجد الزهر مجموعة من اليهود؟ لماذا وجد الزهر فقط شخص واحد؟ ربما يكون هو مؤلفه ويزعم أنه وجده. لكن بكل الأحوال أيضا من المشاكل التي تثار حول نشأة زهر أنه
نحن نتكلم عن فترة طويلة جدا 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 من الزمن. يعني لو افترضنا أنه كتاب زهر بالفعل كتب في القرن الأول الميلادي على يد الحاخام شمعون أو بيد الحاخام شمعون في فلسطين، فمن المعقول أنه إذا كان سوف يظهر الكتاب بعد هذه الفترة من الزمان، فمن المنطقي أنه يظهر في منطقة فلسطين، في مصر، في الشام، في منطقة الحدث. لكن أنه الكتاب يكون مختفي لمدة قرون طويلة جدا، قرابة يعني أكثر من 1000 سنة، ثم يظهر فجأة في منطقة بعيدة عن منطقة الحدث. يعني الحاخام شمعون عاش في فلسطين، والحاخام أكيفة وهؤلاء كلهم كانوا في الأراضي الفلسطينية. فمن المنطقي أنه لو كان الكتاب سوف يظهر بعد فترة طويلة من الزمان، أنه يظهر في تلك المنطقة وليس في منطقة بعيدة في أقصى الغرب في أسبانيا. فهي من الإشكالات اللي بتوضع حول من يفترضون أن الزهار كتب في القرن الأول. أيضا في مقالة كتبت عن الزهار في الموسوعة اليهودية عام 1906 للميلاد، كتبها جوزيف جاكوبس وإسحاق برويد، توجد قصة مهمة جدا عن الأصل الحقيقي والكاتب الحقيقي لكتاب زهر. تروي القصة أنه أحد اليهود، وهو حسب القصة اسمه إسحاق من مدينة عكا، هذا الشخص عنده شهادة بأنه سمع مباشرة من زوجة موشيه دي ليون أن زوجها هو المؤلف الحقيقي لكتاب زهر، وأنه قام بنسبة الكتاب للحاخام شمعون بار يوحاي من أجل الربح ومن أجل إضفاء أهمية أكبر وأكثر قداسة للكتاب. طبعا هذه القصة التي تروي شهادة إسحاق الذي سمع من زوجة موشيه دي ليون حقيقة من هو مؤلف كتاب زهر، هذه القصة تم حجبها في الطبعة الثانية وفي طبعات لاحقة، وظلت غائبة عن جميع الطبعات قرابة 300 عام إلى أن أعيدت القصة التي تروي شهادة إسحاق في طبعة عام 1857. فهذه أيضا من النقاط التي تثبت لنا أن زهر لم يكتبه الحاخام شمعون في القرن الأول. من النقط أيضا التي تضاف لكل ما تم عرضه أنه لا يمكن أن نقتنع بأن الحاخام شمعون قد كتب الزهر كما تروي الرواية الرسمية أو الرواية التقليدية، لسبب بسيط، وهو أنه الحاخام شمعون عاش في فترة القرن الأول الميلادي، فترة الهيكل الثاني، وهي بالمناسبة نفس الفترة التلمودية، يعني الفترة التي يقال عنها الفترة التلمودية، الفترة التي جمعت فيها تعاليم الحاخامات لتشكل التلمود وشريعة الهلاخة. فلو كان الزهر قد كتب في تلك الفترة لكنا على الأقل وجدنا في التلمود إشارات للزهر، ولكن في الحقيقة فإن التلمود لا يحتوي بتاتا على أي ذكر صريح للزهر أبدا. وهذا ليس كلامي أنا فقط، وإنما هنالك أيضا العديد من اليهود الذين لا يؤمنون بالزهر ولا يؤمنون بأن الحاخام شمعون قد كتب الزهر، يقولون نفس هذا الكلام، أنه إذا كان الزهر قد كتب في القرن الأول في الفترة التلمودية، نفس فترة جمع التعاليم اللي وضعت في التلمود بعد ذلك، فلماذا التلمود لا يشير إليه؟ أمر غريب، مما يعني أن الزهر قد كتب في فترة لاحقة، وليس كما يزعم القائلين بأنه قد كتب في الفترة التلمودية أو على يد الحاخام شمعون. هو على الأغلب كما يقول العديد من الباحثين قد كتب بواسطة موشيه دي ليون في القرن 13 في أسبانيا، والذي زعم بأنه اكتشف الكتاب وقام بنسبة الكتاب إلى الحاخام شمعون، وهذا غير صحيح كما عرضنا.
للأسباب التي مرت معنا. بكل الأحوال هذه كلها حجج وبراهين على أن الزوها لم يكتب من قبل شمعون بار يوحاي، وهذه بالمناسبة هي وجهة نظر معظم الباحثين في الموضوع، أن المؤلف الحقيقي للزوها هو موشيه دي ليون. بعض الباحثين يقولون بأنه قد يكون كتاب زهر قد كتب من قبل مجموعة من متصوفة اليهود في أسبانيا في القرن 13، وأن هذه المجموعة كانت بزعامة موشيه دي ليون، لأنه كثير من الأشياء التي في الزهر تبدو وكأنها عمل جماعي وليست عمل فردي. البعض يقول هذا. بكل الأحوال يتفق معظم الباحثين بأنه سفر زهر كتب في القرن 13 في أسبانيا، وأنه لم يكتب في القرن الأول على يد الحاخام شمعون كما تزعم الرواية التقليدية أو الرواية الرسمية. هذا هو رأي معظم الباحثين، وهذا الأمر يقودنا إلى المسلك الثاني معنا في هذا البحث، وهو السؤال عن ما هي المؤثرات التي أثرت على ما هو موجود في زهر. إذا نحن اتفقنا كما يقول معظم الباحثين أن زهر كتب في القرن 13 في أسبانيا، وأن من المرجح أن يكون كاتبه هو الحاخام موشيه دي ليون الذي قام بنسبة الكتاب للحاخام شمعون، وهذا غير صحيح كما قلنا. فالسؤال الآن، ما هي المؤثرات التي أثرت على هذا الكتاب؟ ما هي التعاليم التي نجدها في الزهر ومن المرجح أن تكون مأخوذة من مصادر أخرى؟ حقيقة هنالك تأثر بمصادر يهودية سابقة في الزهر، وهنالك تأثر بمصادر أخرى صوفية إسلامية من تلك الفترة، لأنه كما قلنا الزهر كتب في القرن 13 في إسبانيا في الأندلس التي كانت تحتوي على يهود ومسلمين، فمتصوفة الإسلام وطرق التصوف الإسلامي كانت موجودة بكثرة في إسبانيا الإسلامية في تلك الفترة، فيبدو أنه حصل تلاقح فكري وامتزاج بين بعض أفكار التصوف اليهودي وأفكار التصوف الإسلامي، وانعكست هذه التلاقحات الفكرية على زهر، وسنرى ذلك. بداية سوف نتكلم عن المصادر اليهودية للزهر أو المؤثرات اليهودية على نشأة زهر. حقيقة من الأشياء التي أثرت على الفكر الصوفي في كتاب زهر كتاب سفر يتزيرة أو كتاب الخلق، وهو كتاب من الكتب الصوفية اليهودية من كتب الكبلاء اليهودية، وهو سابق على كتاب زهر، يسبق كتاب زهر عند اليهود، ولا أريد أن أدخل في تفاصيله لأنه أيضا يعني عليه مشاكل في تاريخه وفي أصوله كتاب سفر يتزيرة. فهذا هو الكتاب الأول معنا، كتاب سفر يتزيرة. الكتاب الثاني الذي أثر على نشأة زهر من الكتب اليهودية هو سفر باهيه. أما المصدر الثالث من مصادر التأثر اليهودي التي انعكست على زهر فهو بعض الآراء الكلامية والفلسفية لموسى ابن ميمون. رابع المصادر التي يبدو أن الزهر تأثر فيها من المصادر اليهودية هو تفسيرات الحاخام إبراهيم بن مائه بن عزرة الذي عاش ومات في إسبانيا في تلك الفترة،
يبدو أنه تفسيراته كان لها تأثير على نشأة زهر. فإذا عندنا هذه المصادر اليهودية التي أثرت على نشأة زهر، كما قلنا سفر يتزيرة، سفر بهير، بعض الآراء الفلسفية لابن ميمون، وتفسيرات الحاخام إبراهيم بن مائير بن عزرة. وهنالك أيضا مصادر يهودية أخرى كان لها تأثير على كتاب زهر، مثل المواعظ اليهودية والتفسيرات الروحانية للتوراة بين صوفية إسبانيا في تلك الفترة. فعندنا حقيقة كما يرى الباحثين عدة مصادر يهودية أثرت على الفكر الصوفي في زهر. لكن هنالك مصدر آخر أعتقد أنا شخصيا أنه أثر على زهر، وهو المصدر الإسلامي الذي لا يتم تناوله كثيرا من قبل الباحثين. كما قلت الصوفية والطرق الصوفية الإسلامية كانت منتشرة بكثرة في بلاد الأندلس، أسبانيا الحالية، لأنه كانت تحت حكم إسلامي وكان التصوف الإسلامي شائع هنا. فهل هنالك تشابه بين تعاليم الكابالا اليهودية وبين أفكار التصوف الإسلامي؟ تذكرون في الحلقة الأولى تكلمت معكم عن 4 عوالم في الكابالا: عالم أتسيلوت، عالم بريا، عالم يتزرى، عالم أسيا. لكن أنا لم أحدثكم أن هنالك قبل ما الكابالا اليهودية تنشأ في القرن 13، هنالك عند صوفية الإسلام تقسيم رباعي ل4 عوالم قبل الصوفية اليهودية وقبل الكابالا بكثير. يعني عندما نبحث في كتب الصوفية الإسلامية وكتب متصوفة الإسلام نجد أن هنالك 4 عوالم عند صوفية الإسلام، هي عالم اللاهوت وعالم الجبروت وعالم الملكوت وعالم الملك والذي يقال له أحيانا عالم الناسوت. فمتصوفة الإسلام كان عندهم هذا التقسيم الرباعي ل4 عوالم، يعتبرون أن عالم اللاهوت وعالم الجبروت وعالم الملكوت تسمى عوالم غيبية، يقولون عنها غيب، بينما عالم الملك هو عالمنا المادي أو هو عالمنا الذي يقال له عالم الشهادة. فهنالك غيب وهنالك شهادة، الغيب هو اللاهوت والجبروت والملكوت، بينما الشهادة هو الملك. هذا التقسيم الرباعي للعوالم عند متصوفة الإسلام يسبق التقسيم الرباعي الموجود عند اليهود. فمعقول أن يكون الصوفية الإسلامية وتقسيمها للوجود إلى 4 عوالم انعكس على اليهود، انعكس على الكابالا اليهودي؟ هذا يجب أن يبحث، ويجب أن يبحث من قبل أشخاص ما عندهم انحيازات دينية، لأنه كل واحد بيجي يبحث في مسائل مثل هيك، يهودي أو مسلم أو مسيحي، بيحاول دائما شو يعني يبرز أنه دينه هو الأفضل. لا، الناس تبحث في هكذا أمور من باب حب المعرفة وحب البحث، وليس من باب هذا دين وهذا دين. لا، هي أديان يعني وموجودة، تراث إنساني، تراث حضاري للجميع، لازم أنه يكون في أشخاص مستقلين يبحثوا في هذه الأمور. فأنا يعني خلال بحثي واطلاعي أعتقد أنه ممكن يكون في تأثر أو تلاقح فكري. أيضا من الأشياء اللي أعتقد أنه أثرت على الزهر وهي مأخوذة من التصوف الإسلامي هو فكرة الإشراق نفسها. يعني كما تعلمون كتاب زهر، زهر تعني الإشراق، تعني الضياء. نحن نعلم أنه في مدارس التصوف الإسلامي نشأت مدرسة أسسها الشيخ شهاب الدين السهروردي، هذا العارف يعني الكبير والمتصوف الكبير في العالم الإسلامي، أسس مدرسة في التصوف الإسلامي تسمى مدرسة الإشراق، وكان يتكلم عن فكرة الإشراق في كتابه. عنده كتاب كبير جدا، يعني من يريد أن يتوسع في دراسة التصوف والعرفان وهذه الأمور ننصحه بقراءته، كتاب حكمة الإشراق. يعني حتى بعتبر أنه كتاب حكمة الإشراق
للشيخ شهاب الدين السهروردي هو زهار المسلمين قبل كتابة زهار اليهود. الزهار عند اليهود كتب في القرن 13 من قبل موشيه دي ليون. يسبق كتاب زهار كتاب حكمة الإشراق عند المسلمين الذي كتبه الشيخ شهاب الدين السهروردي. التشابه بين كتاب حكمة الإشراق وما بين كتاب زهار هو ليس في المحتوى وإنما في المذاق الصوفي. يعني بنلمح في مدرسة الإشراق عند المتصوف المسلمين اللي أسسها الشيخ شهاب الدين السهروردي فكرة أن الله يشرق على العالم، فكرة أن الله يفيض النور على العالم. هذه الفكرة هي الفكرة التي تعتبر أساسية في الزهار. فهل المتصوف اليهود تأثروا بمدرسة الإشراق في التصوف الإسلامي؟ هذه أيضا تساؤلات. الشيء الأخير الذي أريد أن أقوله عن تأثر الكبلاء اليهودية بالتصوف الإسلامي هو أن كلمة كبلاء نفسها تأتي من قبول، والقبول هو نفسه التسليم. أهم شيء في التعاليم الباطنية للدين الإسلامي وخاصة عند صوفية الإسلام هو تحقيق مبدأ التسليم، تحقيق مبدأ التسليم، لأنه حتى كلمة إسلام تأتي من سلم. فإنه الإنسان يصل لعيش حالة التسليم، هذا هو أكثر ما يركز عليه متصوفة المسلمين. بنجد إنه الكبلاء اليهودية يعني أخذت نفس الاتجاه، أو التصوف اليهودي خلينا نقول أخذ نفس الاتجاه. فكلمة كبلاء تعني القبول، وأهم شيء في الكبلاء هو أنه يتقبل الإنسان نور الله، يتقبل الوصايا الإلهية والتعاليم الإلهية والشريعة الإلهية. فهنالك تشابه مذهل لو بدنا نقارن بين تعاليم المدرسة الإشراقية وبعض أفكار التصوف الإسلامي وبين تعاليم الزهر وتعاليم متصوفة اليهود. هنالك تشابه، مما يعني أنه من الممكن أنه يكون حصل هنالك تلاقح فكري بين متصوفة اليهود ومتصوفة المسلمين في أسبانيا في تلك الفترة. بكل الأحوال هكذا نكون قد وضحنا المصادر التي أثرت على نشأة زهر، سواء كانت مصادر يهودية أو مصادر من الصوفية الإسلامية. ننتقل الآن إلى توضيح مسألة ما بعد انتشار زهر، لأن زهر كما قلنا ظهر في القرن 13 الميلادي وسرعان ما انتشر بين اليهود بشكل كبير جدا. يعني لم تمر 100 عام بعد ظهوره إلا وكان قد انتشر بشكل كبير جدا بين الأوساط اليهودية، طبعا بين كبار المعلمين والحاخامات اليهود. فبدأت حقيقة الأفكار الكابالية الصوفية تتسرع بعد انتشار الكبلاء بشكل كبير جدا بين اليهود وانتشار زهر. بدأت هذه الأفكار الكابالية والصوفية تتسرب إلى بعض مفكري المسيحية في الغرب، ثم انتقلت هذه الأفكار إلى التيارات الهرمسية والجمعيات السرية في أوروبا، مثل الأخويات التي انبثقت عن فرسان المعبد. نتحدث عن الأخوية الماسونية وعن جمعية الصليب الوردي أو الروزكروشين، وكذلك عن جمعية الفجر الذهبي، كل ما يخطر في بالكم من الجمعيات الهرمسية التي كانت قد ظهرت على الساحة في أوروبا. هؤلاء كلهم تأثروا بالفكر الكابالي الذي انعكس على فلسفاتهم وعلى آرائهم الفكرية. بكل الأحوال هذه الجمعيات السرية الباطنية التي تأثرت بالفكر الصوفي الكابالي حاولت أنها تفصل الفكر الكابالي عن الدين اليهودي. يعني هم تأثروا بالكبلاء كفلسفة، كرؤية صوفية للعالم، لكن هم هرامسة، هم ليسوا يهود. فبدأوا يحاولوا أنهم يفصلوا بين الكبلاء وبين اليهودية، وبدأوا هؤلاء الهرامسة أبناء الجمعيات السرية في الغرب الذين تأثروا بالفكر الكابالي، بدأوا يربطوا الكبلاء بالأفكار والنظريات والتعاليم الهرمسية. ومن هنا نستطيع أن نقول إن نوعا جديدا من الكبلاء مستقل تماما عن اليهودية وعن الأديان قد ظهر على أيدي هؤلاء الهرامسة في الغرب.
وهي الكبلاء الهرمسي التي تطورت على أيديهم، وتعتبر حقيقة أعقد بكثير من الكبلاء اليهودية في طرحها وفي مضامينها، لأن هؤلاء الهرامسة أبناء الجمعيات السرية مزجوا الكبلاء مع أفكار التنجيم والسحر وأوراق التارو، فصارت الكبلاء التي عندهم مختلفة تماما عن الكبلاء عند اليهود. أيضا هؤلاء الهرامسة بسبب اتصالهم الفكري مع لاهوت وفكر الحضارات القديمة، فهذا الأمر دفعهم للبحث عن أصول الأفكار الكابالية التي بين أيديهم عند الحضارات القديمة، ووجدوا بالفعل أنه هذه التعاليم الصوفية والكابالية التي بين أيديهم يوجد لها جذور في الأديان القديمة وفي تعاليم الحضارات القديمة. طبعا عرضنا لهذا الأمر في الحلقة السابقة أيضا، كيف أنه أفكار الكبلاء تتشابه مع الفكر الديني للديانة المصرية القديمة والفكر الديني للديانة الآشورية، وأنه حتى شجرة الحياة فكرتها موجودة عند القدماء قبل الأديان الموجودة حاليا، وأن الأديان القديمة هي التي لها الفضل في نشأة التراث الروحاني والفكر الروحي الصوفي عموما. طبعا الآن تتهم هذه الأديان بأنها كانت أديان وثنية وأتباعها على ضلال، وأنهم كانوا كذا وكذا من قبل المؤمنين بالأديان الإبراهيمية، ولكن في الحقيقة من يدرس الأديان القديمة يجد أنه يعني مش بالسوء اللي بحاول اليوم البعض يوصفها به. لا، هي الأديان القديمة حقيقة أديان الحضارات القديمة كما يقول الهرامسة المتصالحين مع هذه الأديان، هي أديان غنية جدا، أديان غنية جدا بالحكمة، وحكمة التوراة وحكمة الأديان الموجودة حاليا لا تعدو كونها شذرات قد اقتبست من تعاليم الحكمة القديمة للأديان التي سادت في حضارات المنطقة. فحقيقة التيارات الهرمسية هذه ليس فقط أنها فصلت الكبلاء عن اليهودية، ولكنها أيضا كما قلنا استطاعت أن تجد الجذور والأصول الحقيقية للكبلاء في الميراث الروحي عند الحضارات القديمة. وبكل الأحوال بعد هذا العرض التاريخي الطويل، سامحونا يعني على هذه الإطالة في السرد التاريخي، صار واجبا علينا أن نشرح ونوضح مسار الصاعقة وماهية مسار الأفعى في الكبلاء. يعني نعود مرة أخرى لشرح تعاليم الكبلاء، نشرح الآن مسار الصاعقة ومسار الأفعى، لنبتدئ في الحلقة القادمة بالتشريح الفعلي لشجرة الحياة من أجل فهم مسار الأفعى بشكل جيد. ففي الكبلاء يوجد مسارين، مسار نزول شجرة الحياة ومسار صعود شجرة الحياة. مسار الصاعقة أو مسار السيف يقال عنه، تكلمنا عنه في الحلقة الأولى عندما تناولنا كيفية صدور العوالم عن الله المطلق. في هذا المسار الذي يعتبر من الأعلى للأسفل يتم شرح كيف صدر النور الإلهي بواسطة الفيض عبر 10 مراحل، هي السفروث 10 في جميع العوالم من الأعلى للأسفل. طبعا شرحنا هذا في الحلقة الأولى فلا داعي لتكرار الأمر هنا. قلنا أن السفروث 10 تتجلى في كل عالم من العوالم، من أتسيلوت إلى برياء إلى يتزرا إلى أسيال، بطرق مختلفة، وأنها هي النماذج الأصلية للفيض الإلهي. فهذا هو مسار الصاعقة، هو المسار الفلسفي المعني بشرح كيفية تجلي العوالم أو صدور العوالم بواسطة السفروث 10. أما بالنسبة لمسار الأفعى، فمسار الأفعى يعالج مسألة أخرى، هي مسألة صعود شجرة الحياة. يعني إذا كان مسار الصاعقة يتكلم
عن صدور العوالم عن المطلق، وكيف أن المطلق قد أظهر المحدود، فمسار الأفعى يتكلم كيف يمكن للمحدود أن يعود للاتصال مع المطلق. مسار الأفعى يعالج مسألة الارتقاء الروحي من الأدنى للأعلى، يعني كيف يتسلق شجرة الحياة. طبعا تسلق يعني هاي كلمة مجازية استعملها، المقصود هو الارتقاء الروحي، كيف يرتقي روحيا من مسار إلى مسار من مسارات الحكمة، ومن مقام إلى مقام من مقامات الاتصال مع الله. كل هذه المواضيع هي التي يتم مناقشتها عند الحديث عن درب الأفعى أو مسار الأفعى. يعني باختصار نستطيع أن نقول أنه يناقش علاقة المحدود بالمطلق، وكيف يمكن للمحدود أن يتصل بالله المطلق تدريجيا عبر الارتقاء الروحي عبر مراحل. هذا هو ما يناقش مسار الأفعى. وبما أننا نتحدث عن مسار الأفعى، فخلال الحديث عن مسار الأفعى في الكبلاء دائما ما يتم شرح القوة الروحانية التي تتصل بكل سفيروث أو دائرة أو مقام من مقامات شجرة الحياة، وكذلك يتم عرض وشرح القوة الروحانية التي تتصل بكل مسار من مسارات أو خطوط الشجرة، يعني المسارات أو الخطوط التي تصل بين دوائر شجرة الحياة وتعتبر قنوات للنور أو الفيض الإلهي، وهي طبعا 22 مسار أو مسلك من مسالك الحكمة. وهنا على ذكر هذه المسارات والمقامات ينبغي التوضيح بأنه الكبلاء الهرمسية تربط دوائر ومقامات شجرة الحياة بالكواكب وبعلم التنجيم عموما. بمعنى آخر نستطيع أن نقول أن الهرامسة خلال دراستهم للسفروث العشرة لا يعتمدون على الزوهار ولا على التوراة، وإنما يعتمدون في فهمهم وتشريحهم لشجرة الحياة على علم التنجيم والارتباطات الفلكية بين دوائر شجرة الحياة، أيضا من خلال ربط الكواكب الفلكية بأساطير الآلهة القديمة التي تعبر أساطيرها عن طاقة الكواكب وتأثيراتها. أيضا مما ينبغي التنبيه له أنه في الوقت الذي تركز فيه الكبلاء اليهودية على ربط مسارات شجرة الحياة بالحروف العبرية 22، فإن الكبلاء الهرمسية لا تهتم كثيرا بموضوع الحروف العبرية بقدر ما تهتم بدراسة المعاني الباطنية الموجودة في مجموعة التارو الصغير المكون من 22 ورق، حيث أن الكبلاء الهرمسية تعتبر أن التارو ليس مجرد لعبة ورق، وإنما في الحقيقة هو كتاب سري باطني مكتوب بواسطة الرموز التصويرية على ورق. وبالتالي عندنا في التارو الصغير 22 ورقة من أوراق التارو، وكل ورقة تحمل معنى باطني وفلسفي وروحاني وفلكي أيضا يرتبط بمسار من مسارات شجرة الحياة 22. ولذلك يعتبر التارو الصغير عند أبناء التيارات الهرمسية وفي الكبلاء الهرمسية عموما بأنه هو الكتاب السري أو الباطني الذي يشرح القوة الروحانية في مسارات شجرة الحياة. فهذا بالنسبة للفرق بين الكبلاء اليهودية والكبلاء الهرمسية، و كيف يتعامل كل واحد منهم من زاويته مع شجرة الحياة وكيف يدرسها. أتمنى في النهاية أن أكون في هذه الحلقة قد وفقت لتوضيح أهم الفروقات بينهم، بين الكبلاء الهرمسية والكبلاء اليهودية، وعلاقة الكبلاء اليهودية بالتصوف الإسلامي، وخاصة بتعاليم المدرسة الإشراقية عند الشيخ شهاب الدين السهروردي. وفي النهاية
أعود وأذكر بأن الجذور الحقيقية لتعاليم الكبلاء الروحانية والعرفانية التي بين أيدينا اليوم تعود أصولها للحضارات القديمة التي تسبق جميع الأديان الحالية، وقد أوضحت هذا ولمحت إليه في الحلقة السابقة وأيضا في الحلقة الأولى، وبالتالي لا داعي لتكراره مرة أخرى ولكن فقط للتذكير. بالنسبة للحلقة القادمة سوف نحاول أن نشرح مسار الأفعى، وسنقوم بتشريح شجرة الحياة مع إعطاء المعاني الباطنية لأوراق التارو الصغير 22 التي ترتبط بالمسالك 22 في شجرة الحياة، وطبعا كل ذلك من وجهة نظر الكبلاء الهرمسي. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة، أتمنى لكم جميعا أن تكونوا بخير دائما، وتحياتي لكم جميعا.